مشاهدينا، ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين على خلفية استمرار انتهاكات الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه في ظل صمود المقاومة بالتزامن مع محاولات نتنياهو توسيع دائرة الصراع، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر. مساء الخير دكتور. حياكم الله حياكم الكرام، أهلا بكم. وعبر الهاتف من القدس المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر. دكتور إبراهيم، مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بكم، نحييكم وأهلا بكم. نبدأ مع دكتور مأمون. قوات الاحتلال تسحب قوة عسكرية من غزة، وعملية طعن اليوم يقوم بها أحد الأشخاص في تل أبيب توقع أحد القتلى وعدة مصابين، منهم إصابات خطيرة والآخرين إصابات متوسطة. في أي سياق يمكن قراءة حدثي اليوم؟ في سياقين مختلفين يعني، لكن السياقين مختلفين مكانيا، لكن في المجال الحيوي هم يأتوا في سياق واحد، يعني هو سياق حالة التصعيد وليس حالة الهدوء. يعني ما يحدث في ما حدث اليوم في رعنانة في تقع في منطقة تل أبيب، نعم، هي عملية تصعيد من ناحية ردة فعل الفلسطينية على حالة الإجرام والتوحش الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا المدنيين، وبالتالي إسرائيل صنعت قانون، القانون المدنيين يقتلون كأساحة ساحة قتال. لذلك عندما يأتي مواطن مدني من قطاع من الضفة الغربية في حالة غضب وهيجان، ربما سيبحث عن الهدف الأسهل ويصل إلى أي مكان يصل إليه لينتقم. هي حالة الثأر الموجودة عرضا على الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بلا رحمة وبلا هوادة. هذا السياق الموجود، هي حالة ارتفاع وتيرة المواجهة. ما يحدث في الضفة الغربية، ما حدث من السحابات من قطاع غزة، لا أعتقد أنه في سياق التهدئة، يعني أعتقد أنه في سياق تصعيدي يأتي. قد يكون خفض للتوتر في منطقة غزة ليس بحكم البحث عن وقت إطلاق النار، فوقت إطلاق النار معروف له مساره وإسرائيل لا تريد هذا المسار، لكن أعتقد أن هناك خشية إسرائيلية من أن أحداث تنفجر في المنطقة، وبالتالي هذا سحب القوات هي تعزيز لمنطقة أخرى. ربما يكون هناك تخطيط إسرائيلي لفعل ما، وبالتالي حشد هذه القوات للتدخل، يعني تكون جاهزة للتدخل أو للتحشيد في منطقة معينة، والأرجح أن يكون في الشمال. يعني رغم أن في الضفة الغربية لا يوجد هناك ما يدعو إلى حشد مثل هذه القوات على الأقل ظاهرا. نعم، في الضفة الغربية لا يكفي، يعني هذه القوات يعني ثلاث فرق، أعتقد أنه من غير ليسوا في حاجة لهذه الفرق في الضفة الغربية، رغم أن هناك في حاجة لجزء منها قد تكون. طيب دكتور إبراهيم، يعني في الوقت الذي تؤكد فيه صحيفة هارتس أن جيش الاحتلال نقل وحدة دوفيد فان من غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد، وسط حديث مسؤولين أمنيين أن الوضع في الضفة الغربية على شفا الانفجار، لماذا برأيك تمت هذه التنقلات مع قوات أو وحدات الجيش؟ نعم، بداية يعني خلينا أتحية لك أولا ولجميع الإخوة المشاهدين والأخوات. الصحيح يعني أنه لكل يعني في هناك تقريبا شبه إجماع لدى الإسرائيليين على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد فشل ولم يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعها المجلس العسكري بقيادة نتنياهو وغانتس وغالانت تحديدا الثلاثة هؤلاء. فيما يتعلق بالضفة الغربية، صحيح هناك يعني توتر شديد جدا، طيب، والذي أدى إلى هذا التوتر إضافة إلى العدوان على قطاع غزة هو الاحتكاك الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي المستمر يعني حتى قبل 7 أكتوبر على مدينة جنين وعلى مخيم جنين وطول كرم وأيضا نابلس، يعني مخيمات نابلس. فالأمر فعلا قبل 7 أكتوبر يعني يدعو إلى المتوتر طبعا، ويدعو إلى القلق، وهذا الأمر
الآن تحسبا ل يعني أعمال معينة قد تؤدي، لأن البعض يرى بأن الظروف يعني مهيئة للانتفاضة، الانتفاضة ثالثة. فسمعنا اليوم عن نقل يعني وحدة دبدوبان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهناك توقعات من بعض المحللين على أن الفرقة 16 بكل ما لها من ألوية يعني قد تتجه إلى الضفة الغربية، عدا أن هناك أراء أنها ستتوجه إلى الشمال، إلى جبهة الشمال، أو البعض يرى أنها قد تتجه بعد أيام إلى محور صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية. ولكن السؤال هنا يعني ألا يقوم الاحتلال وقوات الاحتلال وإدارة الاحتلال وسلطاته بتحفيز القيام بانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، لأنه هو الذي يقوم بالتحرش بالاعتقالات بالاقتحامات وكذلك حتى أكثر من 5000 معتقل وأكثر من 300 شهيد في الضفة الغربية، رغم أنه ليس هناك ما يؤدي أو ما يدفع إلى التحرشات والاقتحامات في الضفة الغربية؟ كلام صحيح 100%، وأنا قلت أن الاحتلال هو الذي بدأ بالاحتكاك بالشبان الفلسطينيين ابتداء من مخيم جنين ثم مخيمات نابلس ثم بعد ذلك طول كرم وغيرها ومنطقة أريحة، ويبدو أن الإسرائيليين يعني لديهم مخطط معين للقضاء على بعض يعني خلينا نقول الفصائل التي بدأت تتحرك أو الخلايا النائمة التي بدأت تتحرك في الضفة الغربية، بناء على يعني معلومات استخبارية قد يكونوا وصلوا إليها. لكن واضح جدا أن ما حصل في 7 أكتوبر يعني يستدعي أو استدعى الجهات الإسرائيلية الأمنية والاستخباراتية إلى التحرك، يعني خوفا من أو خشية حصول أي أمر ممكن أن يكون مشابها لما حصل في 7 أكتوبر. أيضا دكتور مأمون في نفس السياق، هل يسعى الاحتلال في الضفة الغربية إلى تفجر الأوضاع ربما هو يهيئ لها من أجل أن تصل إلى مرحلة غزة ربما؟ يعني إمكانية الصعود مستوى المواجهة في الضفة الغربية لمستوى غزة يعني شبه مستحيل، لأنه الإمكانيات المتوفرة للمقاومة حتى أجهزة السلطة الفلسطينية ما تمتلك من قوة، يعني ليس يعني لا يمكن وضعه في ميزان القوى في قطاع غزة، خاصة أن المقاومة مهيئة ومرتبة ومنظمة وأسلحتها. بالعكس، هو استهداف الضفة الغربية على غرار ما يحدث في غزة من تدمير المباني، من استهداف المدنيين. نعم، العملية إذا كانت استهداف، نعم إذا كانت الاستهداف موجود من قبل يعني، وربما تكون هذه فرصة مواتية أن يكون هناك استهداف، وما دامت المعارك قائمة وبالتالي يوجد فرصة تاريخية لإحداث يعني كي وعي في داخل الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية، أو إحداث عملية تهجير في بعض المناطق، وما شاهدناه في بعض المناطق سي ومناطق جيم اللي هي تحت الحكم الإسرائيلي المباشر، تم تهجير 6 قرى يعني من المواطنين إلى مناطق أخرى ومنعهم من التواجد في أراضيهم التي عاشوا عليها طوال عمرهم. طيب، ما مبررات الاحتلال كانت في هذه القرى؟ لا يوجد مبرر، الاحتلال لا يحتاج مبرر حتى يمارس العنف، هو نعم. هو فقط يعني يوجد مبرر وحيد، وهو انه هذا حقه، والفلسطينيين غزاة على هذه الارض، وهو الان يصحح الوضع التاريخي. هذه الصوره الموجوده في ذهنية القيادة الإسرائيلية، نعم. وبالتالي هذا المنطق الموجود، يعني مثلا في غزة أحدهم قال، موشي فيجلين عضو الكنيسة من حزب الليكود، قال نحن ليس صحيح أن ندافع عن أنفسنا في غزة، نحن نحارب في غزة لأن غزة لنا. نعم، هذا المنطق الموجود، كانت غزة لهم فما بالك بالضفة الغربية. وبالتالي نعم. هذا المنطق الموجود عند الكهنة الصهيونية السياسية الدينية الصهيونية وتوجهاتها العنصرية تجاه شعبنا في الضفة الغربية، هم يبذل كل جهد مستطاع من أجل تهجير الناس وتضييق الخناق عليهم لكي يهاجروا من أرضهم والسيطرة على أراضيهم، وضمن سياسة محاولة ضم أكبر قدر ممكن من الأراضي في الضفة الغربية إلى كيان صهيوني. في هذا السياق دكتور إبراهيم، يعني ومع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها 101،
يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة في مناطق الجنوب وكذلك الوسط، هل نحن أمام خطة مستمرة في تنفيذ التهجير لغزة، أهل غزة، رغم كل الضغوط التي تمارس على نتنياهو من أجل إيقاف عملية التهجير أو عدم دفع الناس إلى التهجير؟ نعم، يعني كما تفضل ضيفك يعني من إسطنبول مشكورا، أنه واضح أنه الإسرائيليين يرون في أن فلسطين الانتدابية هي لهم، ربما حتى يعني ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، ما يعرف بإسرائيل الكبرى. وهناك من يعني أعلن في وسائل الإعلام الإسرائيلية الإلكترونية وعن يعني من يريد أن يستأجر أو يشتري شقة على شاطئ غزة، باعتبار أن هذه الأرض ملك لهم ويحق لهم الاستيطان فيها. ولاحظنا أنه خلال العدوان الذي لا يزال مستمر على أهلنا في غزة، على أنه الجيش الإسرائيلي في غزة يدفع بالناس نحو الجنوب. ومنذ بداية الحرب يعني تم التصريح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أنه هناك نية لتهجير الفلسطينيين سكان يعني قطاع غزة إلى سيناء إلى مصر. نعم. ولاحظنا أن الموقف المصري كان رافضا لذلك، والموقف الأردني كما هو معروف. والآن حوالي 1,900,000 أو إلى 2 مليون تقريبا يتواجدون في جنوب قطاع غزة. وإذا ما يعني تمكن اليهود أو الإسرائيليين من السيطرة على محور صلاح الدين وعلى معبر رفح الفلسطيني، فهناك خطر يعني حقيقي على الدفع بمئات الآلاف من الفلسطينيين للهجرة إلى مصر. ففعلا يعني هناك خطر كبير جدا، لكن أظن أنه واضح أنه الشعب الفلسطيني ضد التهجير ومن يريد أن يترك بلاده إلى المجهول. فهذا الأمر يعني عصي، يعني لن يتم بإذن الله تعالى، لأنه شعبنا الفلسطيني يعني هذه أرضه، إلى أين يذهب يعني؟ فأظن هذا الأمر لن يحصل، يعني رغم كل المحاولات الإسرائيلية والإغراءات الإسرائيلية لبعض الدول العربية والدفع الذي تقوم به أمريكا نحو بعض الأنظمة العربية تحديدا مصر، والإغراءات بالمال حتى سمعنا أخيرا يعني اليوم في وسائل الإعلام أنه حوالي 329 مليون شيكل عفوا دولار سيتم تحويلها على شكل مساعدات عسكرية يعني إلى جمهورية مصر العربية. ويعني أخشى ما أخشى أن يحصل تواطؤ معين ويتم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. نعم. طيب دكتور مأمون، أيضا عضو الكنيسة الإسرائيلي ماتان كهانة يصرح بأنه يجب التوجه إلى صفقات حتى لو كان الثمن مؤلما، هل بدأ الصوت يعلو على هذا النحو في تل أبيب كشكل من أشكال الضغط على نتنياهو إيقاف الحرب واستعادة المحتجزين والأسرى الذين لدى حماس؟ نعم، هو الصوت بدأ يرتفع عاليا في هذا الموضوع، ليس جديدا هذا الأمر. نعم. أعتقد أن الحملة الشعبية الموجودة في داخل الكيان الصهيوني وصلت يعني مرحلة، قطعت مرحلة طويلة في هذا المجال، ولذلك يعني ما صرح به ماتان كهانة هو جزء من حملة أيضا أيزنكوت قال كذبا على أنفسنا. نعم. علينا أن نذهب لعملية الصفقة لرجع الأسرى. بني جينس ذهب إلى التجمع الحاشد لذوي الأسرى في ذوي الأسرى في قطاع غزة، في قطاع غزة من واحتج معهم وكان في حاضرا هذا الحشد الشعبي. كل هذه رسائل واضحة بأن هناك انقسام حول هذا المسألة في داخل المجتمع الإسرائيلي بين محورين، محور اليمين المتشدد المتطرف. نعم. بقيادة نتنياهو وسموتريتش وينضم إليهم جالنت في هذا الموضوع، الذي هو طبعا قائد للجيش ويخشى ولديه إشكالية في هذا الموضوع أن هزيمة 7 أكتوبر كانت كاسرة بالنسبة للجيش بالنسبة إلى قيادته السياسية، وبالتالي الأمر يتصاعد، ومع تصاعد القناعة لدى الجمهور الإسرائيلي أن العملية العسكرية غير مفيدة وغير مربل، بالعكس تأتي بنتائج سلبية، تأتي
بقتلى ولا تأتي بأسرى أحياء، وبالتالي هذا قناعة واسعة تتجذر في الشارع، تتجذر في النخب السياسية والمحللين، وتتمدد في أوساط السياسية، وأصبحت يعني حديث يعني نقطة مفاصلة قد تكون في الأيام القادمة بين المحاور السياسية نحو هذا الاتجاه، إما مع صفقة وإما ضد الصفقة. طيب في هذا السياق أيضا الدكتور إبراهيم أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام يؤكد أن مقاتلي القسام نفذوا عمليات ودمروا أوليات، وإذا تم إحصاء بسيط لعدد من قتلوا فيها تتضاعف الأعداد المعلنة من قبل، أو تكون هي أضعاف ما تم إعلانه من قبل الاحتلال. يعني أبو عبيدة قال هناك 1000 آلية للاحتلال تم تدميرها جزئيا أو كليا، بالتالي 1000 كم عنصر من جنود الاحتلال كانوا عليها، وبالتالي كيف يؤثر ذلك على الشارع في الكيان المحتل؟ يعني بداية خلينا نقول أنه يعني أنا ضد العنف وضد القتل وضد الحروب وضد قتل الأبرياء بالذات الأطفال والنساء والاعتداء على المقدسات والمساجد والكنائس وقتل الأطباء والصحفيين. نعم. وكل يعني ضد العنف بكل أنواعه، لكن واضح جدا أن حتى اليوم يعني بعد سحب اللواء 36 أو الفرقة عفوا 36، نعم، يعني هناك حديث على أن هذه الفرقة تمت سحبها تحت النار، تحت إطلاق النار من طرف المقاومة. فيعني وإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والخسائر المادية في المعدات، وتحديدا دبابة مركبة 4 وأيضا الآليات الأخرى والجرافات وغيرها. فهناك فعلا يعني أنه الكل يتحدث تقريبا حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية ولو همزا يعني أو لمزا بأنه فعلا هناك يعني ضحايا كثر يسقطون في قطاع غزة، وأن المجتمع الإسرائيلي لا يتحمل ذلك، وأن القيادة الإسرائيلية هي التي لن تتحمل ذلك، وعليها وقف الحرب كما لاحظنا في مظاهرات أمس في تل أبيب واليوم أمام الكنيسة الإسرائيلي، لأن الحرب يعني العدوان فاشل على قطاع غزة ولم يؤدي إلى الوصول إلى النتائج، وتحديدا إطلاق سراح ما يسمونه بالمخطوفين أو الأسرى الإسرائيليين هناك. ففعلا يعني هناك يعني حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلي وفي الشارع الإسرائيلي على أن الحرب مكلفة بشريا وماديا للطرف الإسرائيلي، وهذا يعني ليس جديدا، وإنما هو حديث اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلي، وحتى من خلال الشعارات التي ترفع في المظاهرات التي بدأت في تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها من المدن الإسرائيلية. من القدس المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، شكرا لكم على هذه المداخلة، ونشكر كذلك من إسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر، شكرا لكم على هذه المداخلة وحضوركم معنا.